ان شاء الله نحقق رغبات نادي الاتحاد، ان شاء الله نكون في مركز كويس السنه ان شاء الله باذن الله. طبعا الكوتش زي ما انت شايف شغال مع الفرقه بشكل كويس، مدرب كبير طبعا السي في بتاعه كويس. يا رب احنا كمان كل اللعيبه كلها تستفاد منه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. انت لعبت الاهلي، لعبت مثلا الزمالك، لعبت نادي كبير زي نادي الاتحاد، عندك لعيبه صغيره كتير في الفرقه، اكيد لازم تنقل لها الخبرات دي ولازم تتكلم معاها كتير ولازم تتعلمها. فمش انا بس يعني، اللعيبه الكبيره كلها والمدرب والكابتن كوتش زوران برضه بيتكلم معاهم كل اللعيبه يعني. فنتمنى ان شاء الله هم كل السنه دي يكونوا اضافه وكلهم دور كبير مع الفرقه ان شاء الله. طبعا كابتن حسام مدرب كبير طبعا، وكان شرف ان احنا موجودين معاه، وكابتن عماد برضه مدرب كبير وله اسمه برضه. لا هي دي حاجه ودي حاجه يعني، اكيد مدرب اجنبي اكيد انت هتتعلم منه هتاخد منه حاجات جديده. فنتمنى ان احنا زي ما قلت لك من شويه ان احنا نتعلم منه، وان شاء الله نحاول ننفذ اللي هو عايزه، ونحاول ننفذ مع الصفقات الجديده نحاول نعمل ان شاء الله موسم كويس يليق باسم نادي الاتحاد، وان شاء الله نكون احنا مع الراجل يعني ان شاء الله نحاول ننفذ كل اللي هو عايزه. نادي بيراميدز طبعا باحترامهم انه كانوا حابين ان هم يرجعوني، وانديه كتير كلمتني، بس انا حبيت ان انا ما خدتش وقت كتير من ان انا اكون اجدد عقدي مع نادي الاتحاد. حب الجمهور طبعا وسندتهم ليا الفتره اللي فاتت، واتمنى مساندتهم ليا الفتره الجايه اكيد يعني. تحدي جديد، بدايه جديده مع جهاز فني جديد، اتمنى يا رب ان شاء الله التوفيق والحظ يكون محاسسني ان انا اظهر بمستوى جيد جدا، ويبقى نادي الاتحاد في المكان اللي يستحقها دايما. اديت سنه من اجمل سنين حياتي مع نادي الزمالك، حققت معهم 3 بطولات، فالحمد لله يعني. ما بقولش اني اتظلمت، بس قضيت سنه كويسه جدا والحمد لله على كل شيء يعني. خطوه كبيره انتقال لنادي الاتحاد السكندري، نادي كبير، نادي جماهيري، نادي لي مكانه في الدوري الممتاز. والحمد لله موضوع مدافع الهداف انه انا في فلسطين يعني، الحمد لله ملقب في الحاجه دي، والحمد لله ان شاء الله نكون المدافع الهداف مع الاتحاد السكندري ان شاء الله. الحمد لله ربنا وفقنا لعدد من الصفقات. انا شايف انه الناس اللي كلها جت ناس محترمه ولاعيبه كويسه، ان شاء الله ربنا يوفقهم معانا ويقدروا معانا موسم كويس. التارجت اللي احنا متارجتينه طبعا زي ما الكابتن زوران قال كوتش، ان احنا السنه الجايه ان شاء الله يعني عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نشتغل مثلا على من المربع لحد المركز السادس السابع. يعني عندنا امل انه ممكن لو الدنيا مشيت ان شاء الله نبقى حاجه احسن من كده، بس لازم تمشي الدنيا خطوات. مش هينفع النهارده ان نوعد الناس بحاجه مش هتتحقق. الدنيا كلها ماشيه ستيبل، غيرنا بعض النظريات دي طبقا لرؤيه الاستاذ محمد مصلحي، ان احنا ننزل منخفض معدل الاعمار، وان احنا على قد ما نقدر نبعد عن الاستعراض، ويبقى الموضوع في البيع والشراء، اللعيبه بتبقى بتاعتنا، يبقى عندها الانتماء الكامل، وان حتى لما تتالق او يبقى في فرصه ان يبقى بتاع النادي.